السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا وضع اعجاب على الفيديو والاشتراك بالقناة لحتى توصلكم جميع التفاصيل. بداية كل الشكر لكم جميعا على التعليقات الجميلة، انا بقرأ جميع التعليقات، شكرا كتير لكم على التعليقات الحلوة والرائعة يلي بتدل قديش انتوا اشخاص راقين. والله ما شفت اجمل وارقى من عائلة تركيا معي اسهل، وبفضل الله تعالى قدرت يا اخوان لحد اليوم اني ساعد مئات الاف السوريين والعرب والأجانب المقيمين في تركيا. أنشأت هاي القناة إخواني قبل سنتين ونص فقط، ومن خلال خبرتي القانونية اللي منحني إياها رب العالمين قدرت أني ساعد مئات ألاف الأشخاص بأمورهم القانونية. استطعت من خلال هاي القناة أني دل الناس على الطريق الصحيح. الحمد لله يلي رب العالمين اختارني لحتى أكون صاحب رسالة خير وعلم مفيدة للجميع، وبشكر ربي أني ما كنت من الأشخاص اللي استغلوا السوريين في بلاد المغترب. بفضل الله مئات ألاف الأشخاص كان عندهم أخطاء قانونية وقاموا بتصحيحها من خلال متابعة فيديوهاتي على قناة تركيا معي أسهل. ويلي بيقول إن السوريين مو ناس طيبين يجي يشوف السوريين بقناة تركيا معي أسهل ويشوف أخلاقهم وطيبتهم. قسما بالله إنه الشعب السوري من أرقى الشعوب في العالم، ولكن وقع بدوامة صعبة وانكتبت عليه ظروف صعبة جدا. وأنا من خلال هاي القناة يا أخوان رح ضل جنب أهلي وأخوتي وناسي السوريين أو العرب أو الأجانب المقيمين في تركيا لحتى أقدم لكم المعلومات الصحيحة والقيمة والمفيدة، لحتى أرشدكم على الطريق الصحيح، لحتى تكون أموركم سليمة بإذن الله تعالى. بفضل الله أصبحت قناتي من القنوات الأولى يلي الناس بتعتمد عليها بشكل قانوني في معظم المعاملات القانونية. ما في أجمل من أنه رب العالمين يكون عاطيك علم أو دراية بشيء معين وانت تعلم الناس وتساعد الناس بهذا الموضوع بدون ما تستغل حاجتهم. واليوم المساء يا أخوان انتظروني بالفيديو الرائع يلي حكيت عنه بفيديو الأمس عن المشروع الجديد اللي رح يتم بإذن الله اللي رح يغير حياتكم 180 درجة. اليوم مساء بإذن الله رح ينزل الفيديو على القناة، كونوا مستعدين وكونوا متفائلين لحتى تغيروا حياتكم، تغيروا حياة عوائلكم، تغيروا حياة أطفالكم وأهلكم إلى الأفضل بإذن الله تعالى. لا يهمنا الحاقدين والحاسدين والجاهلين، بل يهمنا الأشخاص الطيبين، الأشخاص المحترمين، الأشخاص اللي بيستحقوا فعليا المساعدة. لم ولن أتردد في تقديم المعلومات القيمة والمفيدة لكم جميعا بإذن الله تعالى. انتظروني المساء يا أخوان بإذن الله في فيديو قيم جدا رح تبدأوا حياة جديدة من خلال هذا المشروع اللي رح أحكي عنه. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، جمعتكم مباركة، سلام عليكم.